بسم الله الرحمن الرحيم. ماتيماتيك الرياضيات ليكزيرسيس 1 تمرين الاول اوبسيرف اي كومبليت ولاحظ واتمم. اون ا دو دووات سيكونت لدينا مستقيمان متقاطعان كي فورم 4 انجل. ici un angle, regardez les cartons en droit et intérieur. Un angle comment il est? Un angle obtus. Zéro moufferij. Ici, un angle obtus. Cet angle est un angle aigu. Zéro hada. Zéro hada. Le nombre d'angles obtenus. Comme il y a des zéro moufferij. Un, deux, trois, quatre. On a quatre angles. L'exercice 2, colorie de la même couleur les angles qui ont le même écarton. Ou le même binaf, l'on a zéouyatan la tiaouna s'il y a une stabère binaf. En droit, le même écarton, on a une stabère, une stabère, zéouyatan ou taqaïsat. Et domine, regarde ici, l'angle qui dit. Ici, l'angle IB, on a le même écartement. L'écartement, il y a une semaine, bien à l'aise de 8. Regarde ici, on a deux droites. Comment elles sont? Elles sont perpendiculaires, car elles forment 4 angles droits. Deux droites perpendiculaires forment 4 angles droits. Moustaïmen, Moutaïmen, Yukawinen, Arba Zawaya, Aïm. 1, 2, 3, 4. L'équerre, un pouce, l'équerre. L'équerre. Ici, c'est un cas particulier. Nous avons un cas particulier. Il y a un moustaqimane. Nous avons un cas particulier. Nous avons un cas particulier. Donc, je retire un tracé. Deux droites perpendiculaires forment quatre angles droits. مستقيمان متعامدان يكونان اربع زوايا قائمة. هنا مستقيمان متقاطعان غير متعامدان يكونان زاويتين منفرجتين وزاويتين حادتين. زاوية حادة ان انجل ايجي، زاوية منفرجة ان انجل اوبتي، زاوية قائمة ان انجل دروا. لدينا ايضا الزاوية العادية والزاوية المستقيمة. مستقيمة الانجل بلا الانجل بلا سأسيت الانجل بلا زاوية مستقيمة يعني مجموع زاويتين قائمتين. ونمر إلى التمرين الثالث لإكزيرسيس 3. لإكزيرسيس 3 كومبليت ليغاليتي سويفونت. كومبليت أتمم ليغاليتي متساوية لدينا طرف يساوي طرف نتمم هنا أتمم المتساوية التالية 2567 بليس 478 إيغال أ 478 بليس كوا سيتي أون أوبيراسيون دانديسيون عملية الجمع إيسي إليا une opération d'addition. Regardez ce terme. On doit aller à 488. Donc, le nombre qui manque, c'est quoi? C'est 2567. 2567. 67 67 2567 هو العدد المفقود في هذا المتساوي. بوركوا؟ كار لأن لاديسيون الجمع إتين أوبيراسيون كوميتاتيف لأن الجمع عملية تبادلية.
A زائد B إيجال A B زائد A A plus 3 إيجال 3 plus A 5 plus 10 إيجال A 10 plus 5 On change les termes Nous allons dire A 5 زائد 10 يعني الحد الأول حتى الثاني نبدل الحدين فجمع عملية تبادلية أيضا ضرب عملية تبادلية 5 في 7 يساوي 7 في 5 5 فوا 7 5 فوا 7 فوا 7 فوا 7 لكن الطرح ليس عملية تبادلية مثال 5 ناقص 1 ليس هو 1 ناقص 5 On dit que la soustraction est une opération non commutative. الطرح عملية ليست تبادلية Non commutative. Commutative, تبادلية. Commutativity, تبادلية. J'ai dit le commutateur. هذاك اللي كيكون مثلا في الثلاجة أو في الفرن كنزيدو نقصو منو هذاك هو الكوميتاتور يدور كيبدل لينا الحرارة وكذا. جاي منو كوميتاتيف تبادلي كوميتاتيفيتي تبادلية نون كوميتاتيف غير تبادلي دونك جو روتيان ان اونجل ايفي زاوية حادة يعني أصغر من الزاوية القائمة ألون بالأوبتي زاوية منفرجة أكبر من الزاوية القائمة لونوم غونغ الأوبتوني 4 يعني مستقيمان متقاطعان يحددان أربع زوايا زاويتين منفرجتين وزاويتين حادتين هنا عندنا حالة خاصة مستقيمان متعامدان يحددان أربع زوايا قائمة وأكتفي برسم واحد هنا Je trace deux droites perpendiculaires en utilisant l'équerre. Astamine, elle cousse. Nous sommes mis le cousse. Nous sommes le cousse. Nous sommes à une misouette. Elle misouette. Ou elle moutillette. Elle moutillette. هذا واحد مثال بسيط حتى نستوعب أكثر انظروا هذا ضلع هذا ضلع الآن كوننا زاوية هذا هو الرأس لو سومي الرأس عناصر الزاوية رأس وضلع هذا ضلع وهذا ضلع أن كوتي أن كوتي هذا هو لي كارتون تباعد هذا هو التباعد هذا اللي كيحدد الزاوية كبيرة أم صغيرة